الكابتن عادل هيكل رحمه الله هو علامة طبعا بارزة من علامات الرياضة وكرة القدم المصرية والأهلوية تحديدا كابتن عادل هيكل حارس المرمى الراحل البارز حارس المرمى الكبير اللي طبعا توفى الى رحمه الله سبحانه وتعالى منذ عام وبتمر اليوم الذكرى الاولى على رحيل الكابتن عادل هيكل في هذا اليوم من العام الماضي رحل الكابتن هيكل عن عمر 84 عام بعد صراع طويل مع المرض وترك خلفه تاريخا من البطولات والاعمال ايضا الفنيه التي شارك فيها وما زالت راسخه في اذهان الشعب المصري باكمله. كابتن عادل هيكل محمد احمد عادل هيكل اسم الكابتن عادل هيكل واشتهر فقط فنيا وجماهيريا ورياضيا باسم عادل هيكل ولد في محافظه القاهره في 23 من مارس عام 34 والتحق بروضه قصر الدباره ثم بالجيزه الثانويه ثم المعهد العلمي ثم السعديه الثانويه وتخرج في كليه الاداب جامعه القاهره قسم صحافه عام 67 لاعب الكابتن عادل هيكل للنادي الاهلي منذ عام وقتها كان عمره 13 سنه منذ عام 47 وكان عمره طبعا 13 سنه فقط في هذا الوقت وحصد الكثير من البطولات الدوليه مع المنتخب المصري والكثير من البطولات المحليه مع النادي الاهلي واعتزل كره القدم عام 69 بعد الاصابه في الكتف الايمن وهو ما اضطره اضطرته في الوقت ده الاصابه الى عدم استكمال مشواره مع كره القدم والى الاعتزال. وشارك الكابتن هيكل مع منتخب مصر في اكثر من بطوله في مقدمه هذه البطولات دوره العاب البحر المتوسط وساهم في حصول الفراعنه على بطوله امم افريقيا عام 1959. وفي مجال الفن واسهاماته الفنيه شارك في عدد قليل من الاعمال السينمائيه ثلاث افلام فقط عندما اتجه للتمثيل فيلم اشاعه حب عام 1960 وفيلم مذكرات تلميذه عام 1962 وفيلم حديث المدينه عام 64. رحم الله سبحانه وتعالى الكابتن الراحل الكبير الكابتن عادل هيكل ولاسرته الصبر والسلوان ويبقى دائما في ذاكره جماهير الرياضه وجماهير النادي الاهلي في كل مكان داخل وخارج مصر